أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هناك من يقول إذا بينا حال الفرق الموجودة الآن فأنتم تفرقون الأمة ولا تذكرون هذا للشباب، فهل هذا القول صحيح؟ نحذر، هذا من باب التحذير، باب التحذير للشباب. نحن لا نذكر الفرق من باب الترفيه، ولا من باب نذكره من باب التحذير مما هم عليه، حتى يعلمهم المسلم ويتجنب ما هم عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.